أكي عارفة غدوة وش كاين؟ غدوة نكونو 5 جويلية 2023، يوم كبير، عيد استقلال بلادنا. إيه يا بنتي، باش جا العيد صرات حكاية وحكايات. أحكي لي ميما. قرن وثلاثين عام يا بنتي، ماشي قليلة. حادثة المروحة زعما هي سببها؟ لا، فرنسا عولت على خرابها، بلادي جنة وشكون ما يطمحش في ترابها. من سيدي فرج دخلت الأساطيل نار ودخان في البر والبحر، ومن هنا اتكتب تاريخ طويل. في كل جبل وطنية ظهرت ثورة شعبية، سموها جنداخ، سميناها للا فاطمة نسومر. هما بالطيارة وإحنا على رجلينا، هما بالمدافع وإحنا بالكارابيلة. الاحتلال جرب معانا كل وسيلة، التقتيل، النفي، وحتى الكذب والحيلة. من ياماي خرجنا بالعلام، قلبوا فرحتنا هم وغم، ثم فهمنا أن الحرية ما تتساوم، واللي دخل بالقوة ما يخرج غير بالقوة. في 54 الأبطال طلقوا رصاصة، واستمر الكفاح سنين، ودفعنا ثمن للحرية بالاستشهاد. وجانا 5 جويلية وتحقق مرادنا، الحمد لله ما بقاش الاستعمار في بلادنا. يحيي الذكرى 65 لعيد الاستقلال. موبيليس، معا نصنع المستقبل. جزائر تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.